بسم الله الرحمن الرحيم. في المتصفح في نظام الاي او اس 16 اضافت ابل مميزات كثيره، تكلمت عنها في فيديو سابق، راح تحصلون كل شروحاتي في نظام الاي او اس 16 على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو تحت. لكن في ميزتين انا اعجبتني وراح استفيد منها بشكل يومي. الحاجه الاولى انه الان تقدر انت تضيف مفضله خاصه بكل علامات التبويب. فانا دائما عندي علامات تبويب خاصه بالعمل وخاص وعندي شخصيه. فمثلا اذا جيت رحت للعمل مجرد اني اضغط على علامه التبويب فراح يفتح لي التبويبات اللي خاصه بالعمل. الان اقدر اضيف لها مفضله خاصه، فعلى سبيل المثال في صفحه البدايه بتلاحظ هنا في مفضله العمل. لو رحت مثلا الشخصي فبنشوف انه هنا في مفضله مثلا خاصه بالشخصي، مثلا مفضله الشخصي. الجميل انه مثلا لو جيت فتحت اي موقع وبعدين ضغطت على علامه المشاركه اللي موجوده في الاسفل فراح يقول لي هنا مثلا إضافة إلى المفضلة اللي هي المفضلة العامة اللي فيها كل شيء، أو إضافة شخصي إلى مفضلة، يمكن عشان اللغة بس مختلف ترتيب الكلمات، لكن تقدر تضيف مفضلة خاصة بعلامة تبويب محددة. فأول كنت إذا جيت دخلت مثلا على تبويبات العمل يفتح لي كل التبويبات الخاصة بالعمل، الآن أقدر أضيف مفضلة خاصة فيها، هذه راح تريحني كثير. الحاجة الثانية واللي تخليني ممكن أستغني عن تطبيقات كثيرة اللي هي ميزة الإشعارات في السفاري. فإلى الآن ما فعلوها، لكن لما يجون يفعلونها ممكن يستغني عن تطبيقات كثيرة. فلو جيت دخلت على الإعدادات وبعدين السفاري وبعدين نزلت تحت ودخلت على متقدم وبعدين Experimental Feature ونزلت تحت، فأضافوا حاجة هنا البلت إن ويب نوتيفيكيشنز. فالمواقع الآن قادرة على إرسال إشعارات، هذه الميزة موجودة في الكمبيوترات من فترة طويلة. فعلى سبيل المثال مثلا تطبيق جرير او تطبيق اكسترا ما لدي اني احملهم لانه اشعاراتهم راح توصلني على المتصفح، ممكن اني استغني عن تطبيقات كثيره. على سبيل المثال موسم الرياض، تطبيق موسم الرياض كان بالنسبه لي ما هو كويس، كنت دائما لما احجز لاي فعاليه احجز من المتصفح. فلما يفعلون البلت ان ويب نوتيفيكيشنز في تطبيقات كثيره أنا ممكن اني ما احتاجها. يا ريت تقولوا لي هل راح تستخدمون هذه المميزات ولا لا، وهل هذه المميزات اللي عجبتكم ولا في مميزات غيرها اعجبتكم بشكل اكبر. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم، يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.